السلام عليكم. اليوم راح اشرح لكم chapter 5 assets on basis lesson 14. بسم الله نبدأ. في البداية اللسن راح يتكلم عن حاجتين: brands to delivery asset on base و the relative strength of asset on base. راح يتكلم عن نظرية brands to delivery مع الassets ومع البيس، وبرضو راح يتكلم عن القوة النسبية حقة الأسد حقة البيس. راح نتكلم عن نظرية برونس دولوري مع الأسد. الأسد هو عبارة عن الأيون اللي راح يمنع هيدروجين، أما البيس فهي عبارة عن الأيون اللي راح يكسب هيدروجين. شلون؟ نفس هنا. في البداية عندنا الـ NH3 الأمونيوم هي عبارة عن بيس، والH2O عبارة عن أسد. لما يتفاعلون مع بعض راح يصير من NH3 إلى NH4 لأنه اكتسب هيدروجين، وهذا راح يصير من H2O إلى OH لأنه فقد هيدروجين. بالضبط، بس هذه سالفته. بعدين هنا راح نتكلم عن اوكي الحين راح نتكلم عن الكونجكت اسيد اند بيس اللي هو الحمض المرافق والقاعده المرافقه. اوكي، في البدايه راح نتكلم عن الحمض المرافق. الحمض المرافق is the particle formed when a base gains a hydrogen ion. هو طبعا يتكون لما القاعده تكتسب هيدروجين. شلون؟ الحين هذا اللي هو NH3 هذه قاعده. اوكي، مين اللي راح يرافقها؟ راح يرافقها NH4، طبعا راح يكون اسيد. وبرضو الكونجكت بيس اللي هي القاعده المرافقه هي تتكون لما الاسيد يفقد هيدروجين او يمنع هيدروجين. نفس هنا برضو، ان هذا كان H2O كان اسيد، فاللي راح يرافقه هو OH ويكون طبعا قاعدة مرافقة. المثال الثاني هنا H of acid وال-H2O base. لو تلاحظوا ان ال-H2O مرة يكون acid ومرة يكون base، راح نتكلم عنها بعد شوي. اوكي، فلما بعدين تفاعلوا مع بعض H3O صار ايش اسمه حمض مرافق، والاف سالب صارت قاعده مرافقه. يعني دائما راح تشوفوا الاسد اللي رافقه قاعده، والبيس اللي رافقها حمض. نتكلم عن الكونجكت اسيد بيس بير. هي عباره عن كونستانت اوف تو سبستانس related by the laws or gain of a single hydrogen ion. اللي هو يتكون من مادتين مرتبطتين. اوكي، مرتبطة اما بفقدان ايون هيدروجين او اكتساب ايون هيدروجين. صراحة بهذه الفقرة ما ادري ايش اقول زيادة، لان احسها تعريف ولازم يعني تحفظوا كذا. ولو جينا الى هذا الجدول فهنا جالس يتكلم عن كل حمض والقاعدة المرافقة له. يعني لو مثلا جينا إلى الـ HCl وقلنا إنها راح تتفاعل مع مثلا الماء، أوكي، وإنها راح تتفاعل مع الماء فراح يعطينا Cl زائد H3O، وهكذا عليهم كلهم. ان لو ذي الاسيدز كلهم تفاعلوا مع الماء او مع اي شيء ثاني راح تكون القاعده المرافقه هذه وبس. بعدها هنا تكلم عن الانفيثيريك اللي هي المواد اللي تكون متذبذبة، اللي ممكن تكون أسيد وبرضو ممكن تكون بيس. نفس ال H2O، نفس هنا لو نجي فوق في هذه المعادلة كان الماء أسيد وبعدين هنا الماء صار بيس، فإنهم يكونوا في الحالتين بس.
طيب هنا يتكلم عن جزيء الماء لما يكتسب هيدروجين راح يصير هيدرونيوم وتكون شحنته بوزيتيف. نفس هنا مثلا ال H2SO4 لما يتفاعل مع ال H2O راح يصير H3O، هذا راح يصير HCO4. ولو تلاحظون ان هنا هذا كان أسيد، فهذا راح يكون القاعدة المرافقة له، وهذا كان قاعدة فهذا راح يكون الحمض المرافق لها. اوكي بعدين نيجي هنا للتطبيق او الاكسامبل، نيجي الى الاكسامبل الاول. هنا يقول what is the conjugate base of HC. طيب دام طلب القاعدة المرافقة معناها هذا عبارة عن أسيد. اوكي واحنا في البداية قلنا ان الأسيد راح يمنح هيدروجين، فراح نشوف اي واحد منح هيدروجين اي ما تصير لانه اكتسب. اوكي وهنا ما ادري ما له دخل يعني. طيب فما في الا سي لانه فقد هيدروجين. اوكي وليش قلنا ان هذا ليش قلنا انه سي، وليش اساسا قلنا ان شحنته سالب 2؟ لانه هنا اوريدي يعني شحنته سالب 1، فلما يفقد بعد هيدروجين راح يصير سالب 2. اوكي وهنا جالس يقول what is the conjugate acid of H2O. طيب دام قال انه يبي الحمض المرافق فمعناها ان هذه قاعدة، فدامها قاعدة راح يكتسب هيدروجين، فراح نشوف وين اللي اكتسب هيدروجين، فبيكون هذا. اوكي ونفس الحال هنا تمام. اوكي والحين راح نجي الى learning check اللي هو identify the brominated lauryl acid and base in the following chemical equation. اوكي راح نبدأ بهذا السؤال. طيب عندنا في البداية ال HCl، ال HCl عبارة عن acid. اوكي راح نيجي هنا وراح نشوف ان HCl هي القاعدة المرافقة لها. اوكي بعدين عندنا ال H2O هنا معامل معاملة البيس، فراح نيجي هنا ونشوف ان H3O هي الحمض المرافق لها. اوكي في السؤال الثاني عندنا ال HCOOH هذه عبارة عن acid وهذه القاعدة المرافقة لها تمام. بعدين عندنا ال H2O برضو هنا معاملينها معاملة البيس وهذا الحمض المرافق لها. طبعا شلون عرفنا انها انه مرافق لها؟ هنا راح تمنح ال H، راح تمنح ال H الى ال H2O فراح تصير بس Cl سالب 1 لانها منحات. اوكي وبعدين هنا راح تكتسب فراح تصير هذه H3O إنزين، وهنا نفس الكلام إنها منحت واحد من الهيدروجين حقها فراح تفقده وهذه راح تكتسبه. أوكي وفي الأخير هذا هنا ال H2O عبارة عن أسيد، لحظة هذا عبارة عن أسيد فراح يكون المرافق لها OH اللي هي قاعدة المرافقة له. طيب وبعدين هنا ال BO4 إنزين هذه عبارة عن base وبيكون ال HBO4 عبارة عن حمض مرافق. أعتقد إن باللسن اللي راح عرفنا مين اللي acid ومين اللي base. اوكي الحين راح ننتقل الى strong and weak acid. اوكي strong والweak acid في البداية راح نتكلم عن strong. اوكي اي acid يتحلل 100% راح يسموه strong acid. شلون؟ طبعا نفس ال HCl، ان ال HCl لما يتحلل
يتفكك تفكك كامل إلى اتش موجب وسيول سالب، إنه وغير كذا إن ذولي بعد ما يتفكك تفكك كامل ما يقدروا يرجعوا يتفاعل مرة ثانية عشان يعطينا اتش سي ال، لا يكون التفاعل في اتجاه واحد، إنه خلاص هذا المركب راح يتفكك وانتهت العملية، فيكون سترونج أسيد. أوكي، أما أي مركب ما يتفكك 100%، يعني حتى لو كان 99، فإنه يعتبر ويك أسيد، نفس CH3COOH. إنزين، غير كذا أن هذا لما يتفكك راح يعطينا H موجب زائد CH3COO سالب. طيب هذه المركبات اثنينهم أو هذه الأيونات اثنينهم يقدروا يتفاعل مرة ثانية ويعطونا CH3COOH، يعني التفاعل ما يكون في اتجاه واحد، يكون في اتجاهين. أوكي، وبرضو إن نفس الكلام ينطبق على السترونج بيس والويك بيس، يعني نفس مثلا عندنا ال NOOH لما يتفاعل مع ال H2O راح يعطينا NaOH، راح يكون تفككه 100% أو تفاعله 100%، وراح يكون في اتجاه واحد، يعني ذولي ما يقدروا يرجعوا يتفاعلوا مرة ثانية عشان يعطونا NaOH. ونفس الكلام ينطبق على الويك، ان لو جينا الى ال NH3 لما يتفاعل مع ال H2O راح يتفكك الى NH4OH، بس هذا ويك فما راح يتفكك 100%. اوكي، ف ال NH4 وال OH يقدروا يتفاعلوا مع بعض مرة ثانية عشان يعطونا NH3 و H2O، بس هذا يعني. أوكي، وهنا بهذا الجدول يتكلم عن 6 strong acids، ان هذولي بس strong والباقي اي acid راح يمر عليكم يعتبر weak. طيب، وتحفظهم بالترتيب، يعني هذا اكثر واحد strong وهذا اقل واحد، بس انه already كلهم strong. طيب، وهنا يتكلم عن 6 strong bases، وبرضو نفس الكلام انه لو كان غير دولي الستة على طول راح تعتبروهم ويك. نجي الى الاكزامبل، هنا يقول which of the following compound is strongest acid، يبي اكثر acid strong. اوكي، نرجع الى هنا، مين اكثر واحد strong؟ اول حاجة ال HClO4 طبعا مو موجود. اوكي، بعدين ال HI طبعا هو الجواب الصح، تمام. بعدين هنا وطبعا بعدها بعد ال HI لو مثلا بنرتب بيكون ال HBr هو الثاني. اوكي، وبعدها ال HCl هو الثالث. وعلى فكرة ترى ال HF يعتبر ايش اسمه weak acid. اوكي، بعدها نجي الى هذا السؤال، which of the following compound is strongest base؟ نفس الطريقة راح نرجع الى الجدول، طبعا هو حفظ بس باقي ما حفظ، طفى. اوكي، اول حاجة عندنا ال AlOH3 اساسا مو موجود في الجدول فيعتبر weak. اوكي، بعدها CuOH2 برضو مو موجود في الجدول فبرضو انه weak. اوكي، LiOH هو طبعا اكثر base strong ف هو الجواب، ولو نجي الى ال NH3 فبرضو انها مو موجودة، فيعني برضو انه ويك. اوكي، هنا الاجوبة. اخر حاجة عندنا ال learning check، هي عبارة عن انكم ترتبون ال acids، مين
أكثر واحد سترونج ومين أقل واحد ومين الويك وكذا. ما حليتها، فأتمنى أنكم تحلونه وتشوفون شو اسمه، وبعد فترة راح أرسل الجواب. وترى اللسن مرة خفيف ويعني مرة سهل، بس تعرفون وين شو اسمه الويك أسد ومين السترونج وكذا، وتعرفون مين اللي يكون حمض مرافق ومين اللي تكون قاعدة مرافقة. وبالتوفيق.